إلى النمرود، من فرعون إلى ثمود، لكن الله لا ينتقم منهم على عجل، يؤجلها إلى أجل. فذكرها لبوش بإحكام لتكون هي مسك الختام، فكانت تلك العطية من أهل العراق الجزية، كندرة أصيلي رفضت أن تكون عميلي، إنما أرادت أن تكون عراقية عربية وطنية. فلكم منا يا أهل العراق تحية، يا ربع النفوة والحمية، تحية للنشام الأبطال، صقور فوق قمم الجبال، تحية لك يا بغداد، يا عبق التاريخ والأمجاد، وأنت يا زيد يا منتظر، اللي مثلك ما يبشر إلا بالنصر، وسامحونا إن أسأنا، والسلام عليكم. في الأمس أو ليلة هذه الليلة السابقة أحييتم الجميع ليلة القدر، فنسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسناتكم، أن تقبل الطاعات، أن تقبل صلواتكم، وأن تقبل منكم الصيام والقيام والزكاة. نرحب فيكم، أهلا وسهلا فيكم في مركز المسن باسم جمعية السلام التي تعنى في المسنين في سقنين والمنطقة. بالطبع قال تعالى بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. عملكم شيء. بالطبع جمعية السلام اليوم تدير عدد من المشاريع، منها المركز اليومي للمسن، والحي الداعم للمسنين، الحي الداعم للمعاقين، والحي الداعم للمسنين في مدينة الشاغور. طبعا بعد التقسيم راح يكون في حي داعم لثلاث قرى في مدينة الشاغور، الحي الداعم للمسنين في عرابي ودير حنة. نحن في جمعية السلام دائما نعمل على تقديم الخدمة على أحسن وجه. كل مسن منتسب إلى الجمعية أو إلى أي مشروع في الجمعية بأخذ الخدمة اللي بتطلعه على حسب المشروع اللي هو موجود فيه. ب 120 ألف شيكل من شان نشتري أجهزة رياضية، يعني بالمعنى مخون كوشر، يعني قسم رياضة. وهاي العدة الأدوات هاي الرياضية اللي كيبقوا الأجهزة الرياضية راح تكون متواجدة عندنا بالمركز، خصصنا لها شافة أرض، وراح يكون في ترتيب لها. الشغل راح يكون على أساس مجموعات، يعني 10 10، والعمل فيها راح يكون للحي الداعم بعد الظهر، يعني بساعات هيك طيبة حلوة شلبية، طلع اللي كيف بيقولوا الفضاء، في الشمس فيش حرارة. بنحاول برضو بالشتاء يكون في برضو يعني في مجال الواحد يعمل الفعالية. فهاي احنا طبعا راح يحكوا لكم عنها بعد ما يتركب الأجهزة، وإن شاء الله بتأمل يعني خلال الشهر يكون عندنا الموجودات. والشغل الثاني قضية السمع والنظر كثير مهم، لأن إنه وصلكوا رسالة إنه في إشي بيسموه فحص سمع ونظر اللي هو قبل الدكتور قبل الطبيب. يمكن مرات وصها صغيرة بإذن الواحد ومش منتبه لها، وبتسد السمع وبعدش يسمع، واللي بيجي عليها بعد سنة بتتلف الأذان وبتعش، يعني بعدش واحد يسمع فيها. فهاي قضية السمع والنظر كثير مهم لإنكم ولجيلكم، يعني اليوم الواحد بقدر يعيش بدون ما يسمع. الله يا رب بنعاد علينا وعليكم بهداية البال الصحة والعافية والعمر المديد. طبعا احنا بالنسبة لنا مركز اليومي للمسن بإدارته بإدارة جمعيته وموظفينه ما عم يخلونا نحتاج انه نطلع لبرا. الحمد لله من اليوم كنا اكتفاء من ناحية المكان، من ناحية الغذاء، من ناحية الشراب، من ناحية القاعات. فأنا بدي أشكرهم جزيل الشكر على اللي عم بيسووه اليوم من أجل المسن، مش بس من أجل المسن، من أجل مجموعات أخرى اللي في شهر رمضان هذا أوت لهذا المكان ولاقت فيه الحضن الدافئ. فألف شكر لكم، إن شاء الله يا رب يعطوكم الصحة والعافية والهمة وظلكم تخدموا أهل بلدكم. ما بدي أطيل، أنا بدي أقول لكم كل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنتم سالمين، إن شاء الله بتضلكم في الحي الداعم، بتضلكم داعمينه وبتضلوا دعمكم. من صلاة وقيام وصيام ودعاء وقراءة قرآن وصلة أرحام وتكافل اجتماعي وصدقات وزكوات وصدقة فطر
كل هذه هي عبادات أرجو أن يتقبلها الله تبارك وتعالى منكم ومنا جميعا. وكذلك أشكر إخواني في إدارة بيت المسلم اليومي الذين يسهرون ويتعبون من أجل هذه الشريحة الهامة والعظيمة من مجتمعنا، نهاية الطاعة لله سبحانه وتعالى. والإنسان المسلم في نهاية الطاعة دائما ينتظر ماذا؟ ينتظر جائزة. كل إنسان مسلم في نهاية كل طاعة هنالك جائزة، لا توجد طاعة بلا جائزة وبلا ثمن. من فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل ثمن الطاعات عنده تبارك وتعالى، وكذلك جعله في الدنيا. بعض الطاعات نأخذ ثمنها في الدنيا، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. يعني إنسان الحمد لله منا الصائم اليوم عندما يفطر وعندما يبدأ بالشراب وبالطعام هنالك فرحة، فرحة طبيعية. الإنسان الذي امتنع عن الطعام والشراب ساعات، حوالي 15 ساعة امتنع عن الطعام والشراب، وفجأة أذن الله تبارك وتعالى له بهذا الأذان، أذن له بالطعام والشراب. يعني سبحان الله، قبل دقيقة كان الطعام والشراب حرام قبل الأذان، وبعد الأذان مباشرة عند الأذان أصبح الطعام والشراب حلال. هذا عند الله سبحانه وتعالى عظيم، يعني أنك مؤتمر بأمر الله، إنك أنت بترد على ربنا. ربنا قال لك قبل الأذان اسحك توكل وتشرب، أنت حرمت ذلك على نفسك، وبعد الأذان أصبح الطعام والشراب حلال.